السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم كالعادة علي قايشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة جديدة أحبابي في الله، حلقة سنكتشف من خلالها إضافة لمنع جميع المواقع من تتبعك على الإنترنت. نعلم أن هناك الكثير من المواقع مثل موقع جوجل، مثل موقع فيسبوك، هناك مواقع عديدة على الإنترنت تقوم بتتبع مستخدميها من أجل معرفة ميولاتهم وأفكارهم، وكذلك عرض إعلانات المناسبة لهذه الأفكار وهذه الميولات. لكن إذا كنت ترى أن هذا الأمر هو متعدي على الخصوصية الخاصة بك، هناك مجموعة من الطرق التي تمكنك من أن تقوم بمنع جميع المواقع من تتبعك على الإنترنت. من هذه الطرق سنتعرف على إضافة تقوم بتثبيتها على متصفح جوجل كروم، وبالتالي هذه الإضافة تمنع جميع هذه المواقع من تتبعك، وكذلك تقوم بإلغاء أو عدم إظهار الإعلانات. فهذه الإضافة سنتعرف على طريقة تحميلها وتثبيتها على متصفح جوجل كروم، وكذلك طريقة عملها مع هذه المواقع بعد هذا الفاصل. إذن أول شيء ستقوم به أحبابي في الله هو تثبيت هذه الإضافة من خلال الرابط الذي ستجده داخل التدوينة الخاصة بهذا الدرس، وطبعا رابط التدوينة ستجده أسفل الفيديو في الوصف. مباشرة بعد الانتقال إلى هذه الصفحة تقوم فقط بالضغط على أجوتي أكروم، ثم ستنبثق لك نافذة على هذا الشكل. تقوم فقط بالضغط على أجوتي من أجل تثبيت الإضافة على متصفحك، فما عليك سوى الانتظار قليلا حتى يتم تجهيز الإضافة وتثبيتها على متصفحك، وكذلك ظهور أيقونة على في شريط المهام. فكما تشاهد أحبابي في الله، هنا تم ظهور الأيقونة وقد تم فتح الموقع الخاص بالإضافة. هنا من خلال هذا الموقع تستطيع التعرف على مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل التعامل مع الإضافة، وكذلك تشغيلها على جميع المواقع أو تعطيلها على بعض المواقع إذا كنت تريد تعطيلها أو تعطيلها على بعض المواقع. إذا أحبابي في الله، بعد ذلك مباشرة كما تشاهد ما عليك سوى الانتقال إلى أي موقع. على سبيل المثال كما تشاهد موقع مجهول معلوماتي، على سبيل المثال هنا تظهر صفحتنا على الفيسبوك، وبالتالي أدعوكم إلى الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك من هنا أو بالدخول إلى صفحتنا على فيسبوك مباشرة. إذا كنت تريد تعطيل خدمات فيسبوك على هذا الموقع، ما عليك سوى الانتقال مجددا أو إعادة تحميل الصفحة أو الانتقال إلى أي موقع مباشرة. كما تشاهد الآن يتم تكوين جميع الخدمات أحبابي في الله في الإضافة والتي يشملها هذا الموقع، فما عليك سوى الانتظار حتى يتم فتح الموقع بالشكل الطبيعي. كما تشاهد أيضا تظهر صفحة فيسبوك مجددا، لكن إذا كنت تريد تعطيل خدمات الفيسبوك مثل صفحة الفيسبوك وكذلك الأزرار التي يتم من خلالها مشاركة المنشورات وأشياء من هذا القبيل، فما عليك سوى النقر على أيقونة الإضافة ثم البحث عن كلمة facebook.com كما تشاهد على سبيل المثال هنا أحبابي في الله، ثم هنا تقوم فقط بسحب هذا الزر حتى يعود لونه أحمر كما تشاهد، أو تسحبه إلى خيار المنح. مباشرة بعد ذلك تنقر على أيقونة الإضافة، ثم كما ستشاهد سيتم إعادة تحميل الصفحة. إذن بعد إعادة تحميل الصفحة كما ستشاهد سيتم تعطيل أي خدمة فيسبوك في هذا الموقع. فكما تشاهد أحبابي في الله، تم تعطيل صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك سيتم تعطيل الأزرار الخاصة بمشاركة المواضيع، وكذلك جميع الخدمات المرتبطة بموقع فيسبوك. إذن هذه الإضافة أحبابي في الله تستطيع أيضا تعطيل الإعلانات وتعطيل جميع الأشياء الموجودة أحبابي في الله في هذا الموقع، وبالتالي هذا الأمر يسمح لك بتصفح آمن لجميع المواقع. إذن هذه الإضافة أحبابي في الله، أتمنى أن تكون من صميم القلب قد نالت إعجابكم. كان معكم كالعادة علي قعيشي، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، وكذلك زيارة كافة حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وكذلك حسابنا على تسو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.